الآن يا أصحاب الخلق والفلاح نستمع لقارئ من طناح يتلو من آيات الملك الفتاح شيخ محمد وفيق حسن، وطبعا الشيخ محمد والشيخ أحمد سامي والشيخ إبراهيم أبو العز الثلاثة اللي يقرأوا قبل ما يجي الشيخ محمود علي حسن. رجائي محدش يطول، رجائي محدش يطول علشان الجميع يرتاضى ونقدر ان احنا نمكن الجميع من اداء الواجب. رجائي محدش يطول، رجائي عدم الاطالة لنمكن الجميع من اداء الواجب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. ما قدر الله حق قدره. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز. ما قدر الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز. سبحانه وتعالى.
إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور. تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. يا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في أبيكم إبراهيم. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم
واجتباكم واجتباكم وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. ملة أبيكم إبراهيم ملة أبيكم إبراهام وجاهدوا في الله حق جهاد واجتباكم واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة زكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا
عرفان يوم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. جندي مجند محمد وفيق حسن من خواتيم سورة الحج المدنية، تلا علينا القارئ الشيخ محمد وفيق حسن والمقيم بطناح، والآن يتفضل.